26 ثانية 76 جزء من الثانية. تهانينا والناموسي مالك جمهرة محمد بن سعيد بن محمد العامري المركز الثاني. كان الوصول من شعيلة 9 دقائق 27 ثانية 66 جزء من الثانية. تهانينا والناموسي مالك شعيلة عبد الله بن جعفر بن مرخان الكتبي. والتهاني لسعود بن علي الحبسي المركز الثالث. أسباب مانع بن خليفة بن رشيد السويدي 9 دقائق 28 ثانية 38 جزء من الثانية. تهانينا لمالك أسباب مانع بن خليفة بن رشيد السويدي. الشوط الثامن ينطلق والكلمة إلى الزميل عادل المطيل. الرحيم أيها الحفل الكريم مشاهدينا في كل مكان، نجدد لكم التحية مرة أخرى بهذه الانطلاقة مع شوطنا الثامن. نتواصل معكم بهذه الاندفاع وهذه المنافسة القوية مع ثامن أشواطنا لهذا الصباح. شوط الزمول 6 كيلومترات، أشواط السرعة، أشواط التحدي والإثارة بهذه المنافسة القوية والمبدعة مع هذه البداية الجميلة، هذه الانطلاقة. يا سلام، 6 كيلومترات هي مسافة هذا الشوط وهذه الأعداد الهائلة، الكم الهائل من الأخوة المشاركين المحبين لهذه الرياضة، رياضة الهجن العربية الأصيلة، رياضة الآباء. يتصدر هذه الجموع هذه الأعداد الهائلة، الكم الهائل المشاركين. 1500 متر شعار الطيارة اليبهوني الحاضرة بهذا الانطلاق الجميل، الحاضرة بهذا التميز الرائع. يا سلام يا سلام، الله، الثلاث المراكز الأولى في موقع واحد في تميز رائع ومتميز مع هذه المنافسة القوية. لكن مهرجان اليوم، يوم المهرجان اليوم، يوم الحسم اليوم، يوم التحدي. غير وانطلق مهرجان مشاهدينا متابعينا الكرام لحمد بن سرحان بن حمد الدرعي، يتواجد مع هذه الانطلاقة والتميز مع المركز الأول. يا سلام، المركز الثاني، هناك من يصلنا أيضا، هملول مبارك بن سعيد اليبهوني الظاهر، الكيلومتر الأخير المتبقي على نهاية الشوط، عن نهاية هذا المطاف في هذه المنافسة القوية. مهرجان مع المركز الأول، ولكن من يصل بهذه اللحظات؟ وصلنا مشاهدينا الكرام، شاهين المبارك بن محمد بن سعيد الكليلي يتواجد. الله، ياهو شوط ويا هي منافسة ياهو انطلاق. مهرجان وشاهين في موقع واحد، في صدارة واحدة، في تألق واحد، ولكن الشعارات وصلت. الكل أيضا طامع بالسيارة، الكل طامع بالسيارة، لكن هناك أيضا غيض لي علي بن سالم بن محمد الدعية يتواجد مع المركز الثاني، ولكن هناك من يصلنا بهذه اللحظات، مرسال راشد بن خليفة النيادي مع المركز الثاني، ولكن بعود مع مقدمة الشوط. الله، يا سلام، شاهين مع المركز الثاني، غير وانطلق لعبيد بن سالم وظفيره، العامري مع المركز الاول، يفاجئ الاخوه المتواجدين. بالفعل هذه التحديات، هذه الانطلاقه، وبالفعل حقق هذا الانجاز. تهانينا لعبيد بن سالم وظفيره العامري، سلام لاهالي الهير على فوز ايضا شاهين في المركز الاول. لحظات وصوله الى خط النهايه، سلام عيناوي، سلام على هذا الانجاز لعبيد بن سالم وظفيره العامري المركز الثاني. هياض رسالة من علي بن سالم بالدعية المركز الثالث. وصلنا أيضا شاهين المبارك بن محمد بن سعيد الكليلي المركز الرابع. من وصلنا أيضا مرسال راشد بن خليفة النيادي المركز الخامس. مهرجان لحمد بن سرحان بن حمد الدرعي. تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام لحصول شاهين على المركز الأول بهذا الشوط. تهانينا من الأعماق وهذه لحظات وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس بهذا الشوط. تهانينا العبيد بن سالم وظفيرة العامري على فوز الشاهين في المركز الأول، 9 دقائق 47 ثانية 50 جزء من الثانية. تهانينا العبيد بن سالم وظفيرة العامري على فوز الشاهين في المركز الأول. المركز الثاني
المركز الثاني غياض 9 دقائق 49 ثانية، 44 جزء من الثانية. تهانينا أيضا للسيد علي بن سالم بن محمد تحية، المركز الثالث كان من نصيب 9 دقائق 49 ثانية 82 جزء من الثانية. تهانينا أيضا للسيد مبارك محمد بسعيد الكليلي، عرفوا شايف في المركز الثالث. تهانينا وألف مبروك.